Malik للدرب. شيل مالك. هي رادار، خلينا نخفف. ايه شو رايكم، شو رايكم بالطريقه؟ عم فكر افتح فيه هون الكيلومتراج، هنشوف قديش السرعه. اوكي هروح على اخر فك، هروح على اخرها لهديك الطريق وشوف قديش بتفتح فيها السياره. بعدين ب 370 لانه شفتها من شوي كنت مسرع فيها، ما كانتش كثير عم تاخد. فهلا بنشوف. يلا وهاي اللي فتنا بال200، وهاي اللي بال300 وحنفوت حبيب القلب. وقف 335. بس هلا في هير رادار قدامنا عرفنا حياتنا. 350 اخر شيء. هلا خذ اشعة. طب بدي اشوف الكيلومتراج انا. حلو حلو الكلام. اوكي يعني ما كانش فينا نشوف. هلا بنجربها على طريق غير هذا لانه كان مش حلو. بس ليكو بالصدفة جينا على مطرح حلو اصلا، في سفينة من شوي شفت طيارة، ما بعرف اذا فيني ارجع اشوفها. بس انه حلو حلو، بحر وسفينة وجزر حلو. هونيك مثل مطار بعتقد، مش ما بعرف. يلا